لا شك انهم يعني المنتخب شارك في 3 بطولات كبرى على مستوى العالم، وعدد الرياضيين المشاركين والانجاز اللي تحقق من خلال الميداليات اللي تحققت في الـ3 بطولات هذه ما في شك انه يدعو الفخر والشرف لاستقبالهم في هذا المكان ودعمهم ان شاء الله، يعني والتطلع الى انه هذه الميداليات ان شاء الله تقترن بارقام تاهيليه للدورة البارالمبية اللي ستقام في البرازيل قريبا إن شاء الله. الحمد لله، يعني هي تواجد الزملاء اليوم حقيقة دليل على أن هناك حرص وهناك اهتمام على مستوى أعضاء مجلس الإدارة وعلى مستوى رئيس اللجنة الأستاذ أحمد بن عبد العزيز المقيرن. هناك الحقيقة متابعة وتوجيه من قبل صاحب السمو الملكي الرئيس العام الأمير عبد الله بن مساعد، ونحن الحقيقة أنا وزميلي الأستاذ علي الغامدي عضو اللجنة الفنية وعضو مجلس الإدارة، ومعي من الزملاء العلاقات العامة مجموعة من الزملاء يرأس هذا الوفد الذي نحن الآن بصدد استقباله زميلنا الأستاذ علي القحطاني وهو عضو مجلس الإدارة. نحن وإياهم الآن نعطي الحقيقة صورة، وهذا واجب بالنسبة لنا أن نكون متواجدين في استقبال هؤلاء الأبطال الذين شرفونا في مشاركاتهم في الإمارات العربية في الشارقة وفي دبي في بطولات، وحققوا نتائج إيجابية بحصولهم على 41 ميدالية ذهبية، وحطموا أرقام قياسية بالنسبة لهم، وحطموا أرقام بالنسبة على مستوى دول الخليج، وبالتالي تأهلوا إلى أولمبياد ريو إن شاء الله، وهذا هو المتوقع منهم دائما. الحمد لله هذا ما جاء إلا يعني بتعب، وسنة 2016 سنة أولمبياد، فاشتغلنا كثير الان لنا 3 أو 4 شهور من يعني من بدينا بالعمل. النتيجه ما جت من فراغ، يعني الحمد لله جت بعد تمرين وبعد جهد كبير والتوفيق من الله سبحانه وتعالى، وهذه بدايه للموسم. يعني الان تحقق الرقم اللي حققته في ال 100 متر، نشتغل على الرقم هذا لحد الاولمبياد وان شاء الله التوفيق من الله. والله مشتغلين للبطولات هذه، طبعا عندنا معسكر في الرياض كان، وكنا مركزين ان نتاهل للاولمبيات، والحمد لله الحمد لله تاهلنا، وفي لعيبه الخبره طبعا عندنا لعيبه خبره على مستوى الكباتن علي البيشي فهد جنيدل، طبعا هم يحبون يقعدون مع اللعيبه قبل السباق. الحمد لله احنا ذهبنا للمشاركه في بطوله اسيا وبطوله مرتقى الشارقه الدولي السادس وبطوله فزاع الجائزه الكبرى، هي اقوى البطولات واخر بطولات المؤهله الى ريو 2016. احنا الهدف معين وهي زيادة عدد اللاعبين المؤهلين لريو، تأهل عندنا 4، صار عدد كامل عندنا احنا 13 لاعب متأهلين لريو 2016. البطولة تعتبر من بطولات الجائزة الكبرى، 8 بطولات في العالم، النهائي حيكون الفاينل إن شاء الله في جولاي إن شاء الله في لندن 2016، نهائي الجائزة الكبرى. العام تأهل عندنا لاعبين بعد 3 شهور تقريبا إن شاء الله بإذن الله، تأهل عندنا لاعبين العام، لعبنا على نهائي الجائزة الكبرى، خذينا ميداليتين برونزية، وهذا دليل على عندنا ان شاء الله ابطال، عندنا مجموعه من اللعيبه الاول على العالم، الثالث على العالم، الرابع على العالم، باذن الله ان شاء الله يكون ان شاء الله لنا بصمه ان شاء الله في ريو 2016.